اللهم نور وثبت قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم انصر الإسلام والمسلمين بالقرآن، اللهم اخذل الكفار والمنافقين بالقرآن، اللهم اشف مرضانا وجرحانا بالقرآن، اللهم ارحم واغفر موتانا ووالدينا ووالدي والدينا بالقرآن، بحرمة هذا الشهر المبارك رمضان الكريم، وبحرمة سيدنا ومولانا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله ما شاء الله.